ولد. طيب انا برضو عايز اسالك، انت لما جيتي وقلتي لاهلك يعني دلوقتي انت شايفه ان في اتجاه كده عام كده الحقيقه، ويمكن الحقيقه اتجاه مؤسف ان الاهالي كتير بيحرموا بناتهم، وبنات الحقيقه بتشتري كرامتها لو جاز التعبير، وبتقعد في البيت وخلاص وبلاها عيد، والعيد يبقى اجازه اجباريه لو ما كانش عندها القدره او الاستطاعه هي واهلها انهم يروحوا مكان بعيد. تمام. لما انت جيتي تقولي لهم في البيت والله انا هشترك في حمله ضد التحرش، ايه رد الفعل اللي تلقيتيه؟ تشجيع غير عادي. صحيح. انا بابا مربيني وانا صغيره، انت غاليه قوي على نفسك، انت حاجه كبيره قوي، انت مقدسه في كل حاجه حتى في دينك، انت جميله، انت ما اعرفش ايه. بابا جميل. فانا بابا مربيني ان لو واحد لمسك اكسري له ايده، اكسري له ايده، وبعد كده عايزه تسلميه للشرطه سلميه، شوفي انت عايزه تاخدي حقك ازاي، انا معاكي بس لازم تكسري له ايده، ان هو اللمسه بتقتلني. بس انت المره دي حتى بتتجاوزي فكره ان اللي لمسك، انت بتحاولي تحمي كمان البنات التانيين. ما هي الفكره اصلا ان انا بابا حمله امان دي، انا من البنات اللي اسسوا الحمله، فبابا نفسه هو فكره ان انا اتدرب ضد التحرش عشان احمي نفسي واحمي غيري، انه عارف ان انا لو شفت حاله تحرش جماعي او حاله تحرش انا هدخل وادافع مع البنوته. فهو بالنسبه له هو بالعكس، انت يعني نفسه كل البنات اللي في الشارع تعمل كده، وتحرش ومتحرشين بابا بيحبهم جدا، دي حقيقه، ان انتوا بتنزلوا تدافعوا عن بناتي وعن بنات كل بتدافعوا عن عرضنا بالظبط. جميل. بس هي الفكره